ساعات واحد يطف عليك بحلاقة ضحك فتقول شايفة يسوي شعر كذا، يقول انت ما تدري هذا يقلد على اللاعب الفلاني، صدقي مو غيبله، لا هو يستانس. شلون يستانس؟ هذا في الملعب حتى الفانيلة، فانيلة نادي اللي يحبه، حتى رقم اللي في ظهره نفس اللاعب اللي يحبه، وإذا سموه في الملعب شوت يا فلان جابوا اسم ذاك اللاعب ويطير فرحا. ليش؟ لأنه هو الآن شعر أن الكمال في الكرة، في الاحتراف الرياضي. وهذا الفنان مهندس ضربات الجزاء وغيرها، فيعتقد أنه يصير كامل إذا اقتدبه. يوم الأيام السيد الإمام غضب لأنه سوى مقابلات، واحدة منه قدوتش جابت اسم ممثلة، الممثلة كانت تأدي دور إنساني بفلوس، ممثلة بس هذه البنت الإيرانية تأثرت بالمسلسل قالت قدوتي فلانة، فالإمام غضب قال يعني في تقصير في إبراز شخصيات الإسلام، وين الزهراء وين زينب وين، في تقصير إعلامنا في تقصير، فإحنا ننزع إلى أن نقتدي بالشخصية اللي نراها كاملة. أنا خطيب لو عندي يعني اعتقاد بأن هذا الخطيب الفلاني متميز لا شعوريا نقلده بلا شعور. فإذا القدوة نحتاجها، إذا أنا ما أعرف النبي ولا سيرة النبي شلون يصير لي أسوة؟ فإذا الثمرة الثانية من الاطلاع على سيرته أن يكون أسوة وقدوة.